فأنا السؤال يقول لي إذا بدأت الحركة من منزلك فقطعت 8 كيلومتر شمالا ثم انعطفت شرقا حتى أصبحت إزاحتك من المنزل 10 كيلومتر، فما مقدار إزاحتك شرقا؟ طيب نقرأ المسألة ونحاول نمثلها. يقول لي بدأت الحركة من منزلك فقطعت 8 كيلومتر، خلينا نفترض مثلا هذا المنزل وأنا مشيت شمالا كذا قطعت 8 كيلومتر، تمام؟ ثم انعطفت شرقا، قلنا لما يكون شرقا بدون زاوية معناته بصورة أفقية كده، حتى أصبحت إزاحتك من المنزل 10 كيلومتر. انتبه، شوف إزاحتك من المنزل، فين المنزل؟ هذا المنزل صح؟ هذا المنزل، من هنا أنت بدأت. طيب يعني أنت مشيت كده شرقا لين صارت إزاحتك من المنزل، يعني هذه كده طولها كم؟ 10 كيلومتر. طيب إيش المطلوب؟ مقدار إزاحتك شرقا، يعني هذه الإزاحة هي المطلوبة. طيب سهلة جدا، شوف عندي هذا مثلث قائم الزاوية صحيح؟ عندي ضلعين معلومين، صار الضلع مجهول أقدر أجيبه بفيثاغورس. فيثاغورس إيش يقول؟ لو سمينا هذا مثلا R لأنه هذه المحصلة، هذه A هذه B، R تربيع، الوتر تربيع يساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. عوض، المحصلة عندي 10 كيلومتر هي 10 تربيع، A عندي 8 تربيع زائد B هي المجهولة حطها نرتبها، نخلي البي تربيع بطرف لحالها، بعد الثمانية تربيع نقولها الطرف الثاني، يصير عندي 10 تربيع، هنا كانت بالموجب نقلتها الطرف الثاني صارت سالب 8 تربيع. أحسبها بالآلة الحاسبة، 10 تربيع اللي هي 100، 8 تربيع اللي هي 64، هي صار الناتج 36. بس 36 هذا البي تربيع، بس أنا أبغى البي، صار أخذ الجذر التربيع إلى الطرفين، صار عند البي حتساوي 6، طبعا الوحدة كيلومتر، صار هذا الإزاحة قدرها 6 كيلومتر. طيب خلينا نرسم السؤال، يقول لي أرجوح الطفل معلقة بحبلين يميلان عن الرأس ب 13 درجة، يعني مثلا هذه الأرجوحة عندي حبل من هنا حبل من هنا، إيش يعني يميلان عن الرأس بزاوية 13 درجة؟ يعني لو كان هذا الخط الرأسي صار هذه الزاوية 13 وهذه الزاوية 13 مربوطان إلى فراش شجرة، طيب ما علينا. فإذا كان الشد في كل حبل 2.28 نيوتن، يعني هذا الشد كذا 2.28 نيوتن، وهذا الشد برضو نفس الشيء 2.28 نيوتن، ما مقدار واتجاه القوة المحصلة التي يؤثر بها الحبلان في الأرجوحة؟ طيب يعني نبغى نجيب المحصلة، مجرد كده من الرسمة نقدر نستنتج أن المحصلة حتكون على فوق صح؟ لأنه هذا الحبل بيشد على فوق وهذا هيشد على فوق، أكيد الشد حيكون على فوق، بس خلينا نجيبها جبريا، يعني خلينا نحسبها. طيب أول شيء لازم نحدد محور X و Y تبعنا، خلينا نرسمهم بهذه الطريقة، نخلي هذا محور Y وهذا محور X. طيب الآن خلينا نحلل، نجيب مركبات X ومركبات Y، خلينا نسمي هذا A وهذا B، نحلل هذا لمركبة X ومركبة Y. طبعا عشان نحلل قلنا دائما نقيس الزاوية من محور X الموجب، يعني نحن نبغى هذه الزاوية. طب هذه كم حتساوي؟ شوف عندنا هذه الزاوية كلها 90 درجة، ينقص منها 13 يبقى عندنا هذه الزاوية، يصير هذه الزاوية حتساوي 90 درجة ناقص 13، هذه حتصير 77 درجة. طيب يصير خلينا نحلل الـ A، مركبة الـ X للـ A حتساوي من القانون A في كوساين الثيتا، الـ A مقدار القوة اللي هو 2.28 مضروب في كوساين الزاوية اللي هي 77 درجة، نجيبها بالآلة الحاسبة حتطلع
0.51 نيوتن. يعني جبنا مركبة X هذه الـ AX تمام، وطبعا بالموجب في الاتجاه الموجب. طيب نجيب مركبة الـ Y للـ A، حيساوي A في الساين الثيتا هو 2.28 في الساين الثيتا اللي هي 77، حيطلع 2.22 نيوتن. هذه اللي هي فين؟ اللي هي كذا، أو اللي ممكن نحطها على محور الواي اللي هي هذه، هي اي واي مقدارها 2.22 نيوتن. طيب خلصنا من الاي، نيجي للبي. مركبة الاكس للبي حتساوي بي في كوساين الثيتا اللي هي في كوساين، يوم ما جبنا الثيتا، الثيتا قلنا دائما نقيسها من محور اكس الموجب، يعني من هنا لين هنا كم حتكون؟ طبعا لو مشينا هنا لين هنا 90، بعد 90 نزود 13 يعني حتصير 103. الزاوية هذه كلها 103 اللي هي 90 لين وصلنا هنا، بعدين زودنا 13 صار الزاوية هنا 103. نحسبها بالحسبة حيطلع سالب 0.51 نيوتن. شوف بالسالب هذا كلام معقول، لأنه شوف مركبة الإكس حتكون هنا، لو نسقطنا عمود مركبة الإكس للبي حتكون بهذا الطريق. وشوف لو لاحظت مركبة البي للإكس سالب 0.51 ومركبة الإكس للأي 0.51، نفس المقدار بس تغيرت الإشارة. ليش نفس المقدار؟ لأن لهم نفس الزاوية الميل ونفس القوة، عشان كذا كانت نفس المقدار. طب نكمل، يجيب مركبة الواي بي في الساين الثيتا 2.28 في الساين 103 يطلع 2.22 نيوتن، طبعا بالموجب. ليش؟ لأنه على فوق. يصير يعني مركبة البي للواي تكون هي هذه، اللي ممكن برضو نحطها هنا، هذه هتكون B للواي. نفس الشيء شوف، تساوي مركبة الواي للأي. طيب الآن نجيب المحصلة. قلنا عشان نجيب المحصلة نجمع مركبات الإكس لحالها، نجمع مركبات الإكس. هنا ما عندي إلا AX، مركبة الإكس للB، مركبة الإكس للA، زائد مركبة الإكس للبي موجب 0.51 سالب 0.51 يصير الناتج 0. يعني المحصلة على محور إكس بصفر، معناها الأرجوحة ما تنشد ناحية هذه الجهة أو هذه الجهة، حتكون أفقيا في نفس المكان، أفقيا ما حتنجذب ناحية اليسار أو ناحية اليمين، في نفس المكان. طيب ورأسيا نجمع AY مع BY 2.22 زائد 2.22 نفس المقدار، يكون الناتج 4.44 نيوتن. طبعا الاتجاه بالموجب، يعني الأرجوحة هذه حتتجه إلى الأعلى، محصلة القوة حتكون متجهة إلى الأعلى. طيب جبنا مركبة الإكس للمحصلة ومركبة الواي للمحصلة، الآن نبغى نجيب المحصلة نفسها. حصل نفسها قلنا كيف نجيبها؟ من فيثاغورس. R تربيع يساوي مركبة X تربيع زائد مركبة Y تربيع، هذه حتساوي مركبة X بصفر ما في شيء، يصير مركبة Y بس اللي حناخدها هتكون تربيع، هذه تربيع وهذه تربيع، ناخد الجذر التربيعي للطرفين يصير ال R هي عبارة عن 4.44 نيوتن. يعني شوف المحصلة هي عبارة عن R مركبة Y بس. ليش؟ لأنه مركبة X بصفر أصلا، فبالتالي ما في إلا مركبة واحدة اللي هي مركبة ال Y. يعني لو جينا نمثل المحصلة تكون بهذه الجهة، هذه حتكون ال R. طيب والاتجاه؟ واضح من الاتجاه أنه حيكون 90 درجة لأنه بيتجه إلى أعلى، فزاوية المحصلة بتسعين درجة. لكن برضو نقدر نجيبها بالقانون، القانون اللي هو الزاوية تساوي
تان إنفيرس لمركبة واي على مركبة إكس. يعني تان إنفيرس لمركبة واي هذه هي مركبة إكس، مركبة إكس بصفر، يصير هذا الكسر غير معرف. لما تكون التان غير معرف على طول الزاوية هذه حتكون 90 درجة.